نعفو وين العفو؟ مين العفو؟ العفو بط... العفو انا من 2021 مخلص انا يحيى الحمو مغان ادلب خانشي اخون المساكت ب 8/7/2011 كانت ايام مظاهرات مسكونا بسعيل بي ريف حما كان اخوي مضروب على راسه واسعفنا على سعيل بي ونمسكنا هنيك اجى مسكنا الامن الجنائي مفرزة سعيل بي صار الضرب والتعذيب ورجعوا حولونا على مفرزة مصياف من مصياف على فرع على مدينة حما ضل ضابط معانا 3 ايام كتب البدو اياه وبصمونا وحولنا على إدارة على الشام بالإدارة الشيء اللي عملوه ما بنوصف من قتل من ضرب ضرب كهرباء حفرونا ظهرنا حفر ضل علينا 2 شهر هني وكتبوا البدونية وبصمونا حولونا على القضاء العسكري النيابة العسكري بحلب ما كان في محكمة إرهاب رحنا لهونيك مضيناها 4 سنين بسجن حلب المركزي بالحصار طلعنا من الحصار قالوا ما في ادبارات في منين ضايعات هون حولونا على محكمة الإرهاب صارت شكرت محكمة إرهاب رجعوا نقلونا على عدر تمينا 10 شهور بعد 10 شهور حولونا نقلونا على السويدة رحنا لهونيك ضلوا خلونا عندهم 52 نهار ومنا حولونا على 48 5 ايام رجع قال لا انت مطلوب لادلب فرع ادلب بخان شيخون حولونا عليه ضلينا 40 نهار منه بعد منه حولونا على فلسطين وبالطرقات هون النام نهارين هون 4 بالشرطة العسكرية شيب حماه شيب بحمص بالبالونة شيب القاون هاي كلياتها كمان واحد بيقعدها بما يتنقل من هون لهون أول الضرب يعني لا غنى عنه وين من رحت مثلا مات واحد مثلا واحد وقع عندك بالغرفة سجين بالشرطة ايش قال لك اذا ما مات لا تدق الباب الصيح علي اصعب تعذيب اول ما مش يعني اول مسكي بالشام بدارة الامن الجنائي احطوط بمنفردي قد التخت العسكري طالعوا برجعوك على بطني تطلع مشو ترجع على بطني بدك تحكي كذا انت قاتل انت ضارب انت انت انت, انت. هاي هاي اصعب شيء هنا عفو وين العفو مين العفو العفو بط... العفو انا من 2021 مخلص شلون هذا العفو هنا العفو العفو بطا ايه انا هذا العفو اول عفوات بيطالعوا اللي جايبينه من الشارع صار له 2 3 5 يعني بيجيبوا هيك عالم على تشابه اسم على تعريض هاي اللي بيطالعوا بيحسبوا لك اياه انه سجين سجين قديم قال لي نحن القديمين 2011 و12 و13 من المستحيل يطالعوا واحد بسجن حلب كما شو مساجين اخذت سلاح حتى بجناح الحرامي رشوهن واللي كل شيء كان معه رشوه هدول بس انه وصلت لايدهم سلاح